عبر متظاهرون في البصرة جنوبي العراق عن استيائهم من الدور السلبي الإيراني في البلاد منذ 15 عاما، مشيرين إلى أن ما حصل من تدهور أمني وسياسي وخدمي هو نتيجة التدخلات الإيرانية التي وصفوها بالمضرة. قال الناشطون في تظاهرات البصرة الاحتجاجية إن الجهات السياسية والأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران أضرت بواقعهم المعيشي، مضيفين أن مدن جنوب العراق محتلة من قبل إيران والمدعومين منها الذين هاجموا وأساءوا للمتظاهرين على حد تعبيرهم. طالب بقوات دولية شيل هاي الأحزاب الفاشلة المسيسة من إيران، وإيران هي اللي جاي شو اسمه تضرب بالمتظاهرين، واحنا تظاهرنا بقضاء الزبير من دخلنا البرجسية، والله العظيم يقلطون على اهل البصرة قلط. ايران تدعم الاحزاب وهي اللي جاي تأزم الوضع بالعراق، يعني ما يصير هذا الشيء. يقولون علينا يعني اشياء مو زينه بحق اهالي البصره. ما نريد اي تدخلات خارجيه سواء ايران او غيرها، ولكن بالذات ايران، فايران بالذات فرضت سيطرتها على المناطق الجنوبيه بالعراق والبصره ايضا بحد ذاتها سيطره تامه من تدخل الاحزاب اللي التابعين لايران، وهذا مثل ما اكدت وقلت انه غير صحيح، لان نحن كدوله لنا استقلاليتنا. الان نرفض رفض تام تدخل ايران بالشؤون العراقيه، نرفض تدخل ايران بشؤون المناطق الجنوبيه، نرفض تدخل اي حزب تابع لايران. نريد عراق مستقل، وطن مستقل غير تابع لاي حزب من الاحزاب، ونتمنى تحقيق مطالبنا بعيدا عن اي تدخلات خارجيه. اكو ناس مندسين من جماعه ايران. هذول شنو يطبون؟ يسوون بلبله بين المظاهرين وبين الدوله العراقيه. شو يسوون؟ بانه يحرقون او شو يسوون؟ او واحد يدخل يقول لك خلينا ندخل مبنى المحافظه، او فد يعني يقول لك خلينا نطق وخلينا نضرب ضابط او نضرب فد شيء. هذول مندسين من جماعه ايران، احنا ما عندنا اي شيء ويا الدوله العراقيه، وهم اخواننا واهلنا وكلهم اخوتنا.